أبدأ بموضوع لذيذ جدا، إن أنا لو عندي سلك يمر فيه تيار يتولد حوله مجال مغناطيسي. أنا هبدأ بالجملة دي، يبقى يتولد حول السلك الذي يمر فيه تيار مجالا إيه؟ مغناطيسي. طبعا عارفين التيار اللي هو رمزه إيه؟ التيار اللي هو رمزه آي، والمجال المغناطيسي اللي هو رمزه بي. أنا لو عندي سلك، هذا السلك يمر فيه تيار مستمر وليكن في هذا الاتجاه، يتولد حوله مجالا مغناطيسيا. المجال ده بيكون على شكل إيه؟ المجال يكون على شكل دوائر متحدة المركب. مركزها مين؟ السلك الذي يمر فيه التيار. يعني القلم ده، لو أنا تخيلت إن هذا القلم هو سلك وإن التيار ماشي فيه لأعلى، حوالين منه هيبقى فيه دوائر عبارة عن مجال مغناطيسي. عبارة عن إيه؟ مجال مغناطيسي. طيب التيار اللي كان ماشي في السلك خلاص ما بقاش موجود، يبقى المجال المغناطيسي اللي كان في السلك خلاص ما بقاش موجود. سهلة اللعبة دي، تانية مفيش أسهل. المجال ده بنحدد اتجاهه بقاعدة تسمى قاعدة اليد اليمنى برضه، بس مش مدينها رقم. بيكون الإبهام مع التيار والأصابع تشير لاتجاه المجال. يعني هذا القلم لو فيه تيار لفوق يبقى المجال بيلف كده، لو التيار لتحت المجال بيلف كده. لو جيت بصيت على السلك اللي قدامنا اللي أنا رسمه ده، أنا هحط سباي كده مع التيار، هلاقي إن المجال بيدخل من فوق. المجال بيدخل، يدخل يعني إكس ولا نقطة؟ اكسات. داخل ليه؟ داخل يا استاذ عشان انت لما حطيت صباعك كده لقيت ان صوابعك هتخبط في الشاشه فوق السلك، تخبط يعني تدخل. طب وصوابع هتطلع من الناحيه التانيه تحت السلك، تطلع يعني ايه؟ يعني اصبح ان هذا المجال اللي اسمه بي وهذا المجال اللي اسمه بي حول السلك شكله عباره عن مين؟ عباره عن دوائر بتخرج من هنا كده وتدخل هنا كده، وبعدين تلف 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 وتخرج، أو دوائر متحدة المركز، مركزها السلك الذي يمر فيه الايه؟ التيار. طب لو أنا باصص على السلك ده من فوق كده، بصيت على السلك من فوق، مفترض إن أنا أشوف إيه؟ أشوف السلك ده عبارة عن إيه؟ لو أنا باصص على السلك، عبارة عن دوريية كده، أنا باصص على السلك ده من أعلى كده، الدوريية دي لو كان فيها نقطة، دي معناها إن التيار خارج ناحيتي أنا، صح؟ أنا باصص على السلك من فوق لقيت التيار جاي عليا. يبقى يخلي الابهام ده خط بره الشاشه، الاقي ان صوابعي هتلف على شكل دوائر متحده المركز، والمجال هنا مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ عكس عقارب الساعه. عكس عقارب الايه؟ الساعه. طب لو انا ببص على السلك اللي فيه التيار هذا وكان التيار داخل، هنرسمه على شكل ايه؟ اكس. برضه هيكون المجال على شكل الجملة أنا كررتها 50 مرة، دوائر متحدة المركز. في الحالة دي هخلي الإبهام يدخل وهلف مع عقرب الإيه؟ الساعة. اللي بالأحمر ده اللي هو إيه؟ المجال المغناطيسي. المجال الإيه؟ المغناطيسي. يبقى إحنا كده عرفنا السلك، أي سلك يمر فيه تيار يتولد حوله مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي على شكل دوائر متحدة الإيه؟ المركز، مركزها السلك الذي يمر فيه التيار. طيب تعتقد شدة المجال ده، كثافة المجال ده، قيمة المجال، هل لها علاقة بالقرب أو البعد من السلك الذي يمر فيه تيار؟ أكيد. يبقى لما ببعد عن السلك تعتقد تقل ولا يزداد هذا المجال؟ يقل. المجال اللي هو اسمه بي كلما ابتعدنا عن مين؟ عن السلك. وأكيد بيزداد المجال كلما اقتربنا من الايه؟ من السلك. كده في اي بروبليما في الكلمتين اللي احنا قلناهم دول؟ المكان اللي خارج منه المجال بنعمله ايه؟ نقطة. والمجال المكان اللي داخل منه المجال بنعمله ايه؟ اكس. وقال لي بقى تصدق القانون اللذيذ ده، القانون ده هو اللي بيجيب لي قيمة المجال عند نقطة تبعد مسافة دي عن سلك يمر فيه تيار. يبقى القانون ده اللي قدام حضراتكم هو اللي بيجيب لي قيمة مين؟ المجال عند نقطة تبعد مسافة مين؟ دي من سلك يمر فيه ايه؟ تيار مقداره اي. طبعا كلنا يعلم ان البي اللي هي شدة المجال المغناطيسي وتقاس بالتسلا، اي اللي هي ايه؟ شدة التيار الكهربي اللي ماشي في السلك ده وتقاس بالامبير، 2 باي معروفة، دي
اللي هي ايه؟ المسافة من السلك وتقاس بالمتر. بس الكلام ده كله على اعتبار حاجة غلسة كده، ان هذا السلك طوله لا نهائي. يعني ايه سلك لا نهائي؟ يعني سلك ملوش بداية ولا نهاية. طب هو في سلك في الدنيا ملوش بداية ولا نهاية؟ هو قال لك كده وخلاص، اعتبر ان السلك طوله لا نهائي، طوله غير محدد. ما يقوليش في المسألة طوله 3 سم ولا 4 سم ولا 5 سم ولا 15 سم، انما يقول لي هات لي المجال على بعد 3 سم او 5 سم او 15 او 20 ايه سنتي من هذا السلك الذي يمر فيه التيار. فاضل لنا مين؟ ايه الميو نود دي؟ معامل او ثابت معامل النفاذية المغناطيسية لمين؟ للفراغ. يعني ايه معامل النفاذية المغناطيسية للفراغ؟ يعني انا دلوقتي لو عندي مغناطيس مثلا وحطيته تحت المكتب، تحت المكتب، وفوق المكتب حطيت مسمار، وحركت المغناطيس يمين ولا شمال، ايه اللي هيحصل للمسمار؟ حرك يمين او شمال. معنى كده ان المجال بتاع صاحبنا ده اخترق مين؟ اخترق المكتب. وهو بيخترق المكتب هيلاقي معوقات، هيلاقي حاجة معينة سهلت عليه الموضوع أو صعبت عليه الإيه الموضوع. التسهيل والتصعيب ده اللي اسمه معامل النفاذية، معامل النفاذية بتاعت البند. معامل النفاذية المغناطيسية للفراغ اللي هو يعتبر أقل قيمة خالص، هذا 4 باي 4 ماشي عشرة أس سلام. سالب كام؟ تسلا متر على أمبير. حتى ممكن نجيبها من القانون ده، بي اللي هي تسلا، دي اللي هي بالمتر، قسمة الآي بتاعت الأمبير بتاعت الآي. يبقى ده معامل النفاذية المغناطيسية للفراغ. سهل الموضوع ولا صعب؟ الموضوع دخلنا على طول، قال لي عندي إلكترون بيتحرك بسرعة، كلنا عارفين السرعة اللي هي رمزها في، وعارفين الإلكترون ممكن أطلع من الإلكترون سالب 1.6 في 10 أس سالب 19 كولوم، كتلة الإلكترون 9.11 10 أس سالب 31 كيلوغرام، السرعة اللي بيتحرك بيها 4 في 10 أس 5 متر على الثانية، موازي لسلك مستقيم طويل يمر فيه تيار، تيار اللي هو الآي 15 أمبير، وعلى مسافة 5 سم فوقه، المسافة اللي هي الدي، المسافة اللي هي إيه؟ الدي، وقيمتها 5 سم من هذا الإيه؟ يبقى هنا كده دي الآي، وهذه الدي، وهذه البي. طبعا سنتي أقسم على 100 أو أضرب في 10 أس سالب 2، حدد أو حددي مقدار عجلة الإلكترون واتجاه العجلة اللي هي رمزها ايه. اول خطوة معانا اكيد هنطلع قيمة المجال المغناطيسي بسبب وجود سلك يمر فيه تيار، يبقى دي الخطوة رقم 1 هنجيب بيه. حد حفظ القانون بتاع بيه؟ ميو نود في اي على 2 باي مين دي، يبقى هيساوي ميو نود دي ثابت 4 باي سالب 7 اي 15 قسمة مين 2 باي المسافة 0.05، تطلع لي قيمة بي بتساوي كام؟ دي النقطة رقم 1. أصبح عندي مجال يتحرك إلكترون، عندي شحنة بتتحرك في مجال تتأثر بإيه؟ بقوة اللي هي كيو في بي، كيو في بي، كيو اللي هي 1.6 10 أس سالب 19، سرعة هذه الشحنة 4 في 10 أس 5، شدة المجال أنا مطلعه يطلع بكام؟ هو بيسأل على عجلة، يبقى ده قانون نيوتن، نيوتن الثاني اللي هو بيقول إيه؟ العجلة بتساوي اف نت على الكتلة، اف نت ما عنديش غير الفورس دي على الكتلة بتاعت الإلكترون، يطلع العجلة بتساوي كام؟ متر على الثانية. بيقول لي حددي اتجاه أو حدد اتجاه هذه العجلة. تعالوا نتخيل مع بعض، نتخيل مع بعض المنظر أو السيتويشن. نفترض إن أنا عندي سلك، نخلي التيار ماشي كده مثلا، هذا التيار، وعلى مسافة 5 سم من السلك، يعني على مسافة هنا كده 5 سم من السلك، كان عندنا الإلكترون اللي عامل لنا المشكلة ده. أنا لما أحط صباعي مع التيار هلاقي إيديا تدخل فوق الخط الأسود، هلاقي إيدي إيه؟ هتدخل فوق الخط الأسمري، كشيل ده كده عشان ما تتلخبطوش، دي المسافة فوق منه، يعني داخل صوابعي داخلة، داخلة يعني إكس، يبقى هنا المجال كده إكس، المنطقة دي كده كلها المجال إكس إكس، على افتراض إن الإلكترون كان ماشي في هذا الصوب، إلكترون كان ماشي في هذا الاتجاه بسرعة اسمها في، مين يحدد لي اتجاه القوة المؤثرة على هذا الايه الالكترون؟ طب الاصابع اخليها مع اتجاه مين؟ مجال، وده مع اتجاه مين؟ مع اتجاه في بقى.
أعلى دي يعني تعتبر كأنه بيتحرك نحو السلك ولا بعيدا عن السلك. بعيدا عن السلك. الرسم اللي أنا رسمته ده، البني ده اللي هو الإف بي، والأزرق ده الفي، والأحمر ده اللي هو المجال اللي إحنا طلعنا القمة. الأحمر ده ما كانش موجود، اللي هو المجال ده جه بسبب مين؟ بسبب السلك اللي هو يمر فيه التيار. هذا السلك اللي أنا همشي عليه تاني كده، هذا السلك هو اللي أوجد مين؟ المجال الأحمر ده. وجبنا قيمة المجال من ميو نوت في اي على 2 باي. بعد ما أوجدت قيمة المجال، جبت قيمة القوة المؤثرة على شحنة موجودة في مجال من كيو في بي، والقانون اللي فوق ده استخدمنا له قاعدة اسمها اليد اليمنى، كان الإبهام مع التيار، والأصابع مع مين؟ مع المجال. طب القانون التاني ده استخدمنا له قاعدة الإيد اليمين، اللي كان الإبهام مع مين؟ مع السرعة السرعة، والأصابع مع المجال، وظهر وظاهر اليد اليد مع القوة المؤثرة على الشحنة السالكة. بعد ما وجدت لقيت إن القوة بتبعد عن السلك، طب ما هو العجلة بتاخد نفس اتجاه القوة، يعني أن العجلة ديت اللي إحنا طلعناها العجلة مبتعدة عن السلك الذي يمر فيه التيار، لأن هي نفس اتجاه مين؟ نفس اتجاه القوة. دلوقتي هسأل سؤال وتجاوبوني، لو أنا عندي سلك فيه تيار كده، ده تيار، المجال هيبقى على شكل إيه؟ دوائر مركزها التيار، صح؟ تقدر تقول لي المجال ده مع ولا عكس عقارب الساعة؟ أخلي الإبهام بره ألاقي عكس، يعني المجال هنا هيبقى رايح شمال، المجال هنا رايح يمين، المجال هنا نازل تحت، ما المجال بيكون مماس لهذا المسار. وصلت الفكرة ديت يا ولاد؟ تمام، عرفناها خلاص يا مستر. هطبق الكلام ده دلوقتي. أنا عندي دلوقتي بيقول لي سلكين طويلين موازيين لمحور زد. هو فين السلكين دول؟ أنا مش شايف حاجة. أه ده هو عامل الرسمة ديت، عامل إن هنا محور مين؟ إكس، وهنا محور واي. يبقى محور زد اللي عمودي عليهم، العمودي عليهم كده، اللي هو خارج بره الشاشه او داخل بره الشاشه. فين السلكين يا ولاد؟ السلكين اللي انا هعملهم اوضحهم، ما شايفين النقطه دي؟ ادي سلك اسمه I2 وادي سلك اسمه I1، كل واحد من دول يحمل تيار قيمته 25 امبير، يعني كل واحد هيعمل حوالي مجال مغناطيسي على شكل دوائر، وده هيعمل مجال مغناطيسي على شكل دوائر. المجالات الحمراء والخضراء دول هيتداخلوا مع بعض، المجال الاحمر والاخضر دول هيتداخلوا مع بعض، يعملوا مجال محصله. محصلة ازاي يعني؟ ايه محصلة؟ يعني لو كانوا المجالين في نفس الاتجاه نعمل ايه؟ نجمع. لو كان الاتنين عكس الاتجاه نعمل ايه؟ نطرح، مش التيار. انا بتكلم على المجال، بتكلم على مين؟ يعني دلوقتي لو قلت لك اتجاه المجال الاحمر في النقطة دي هيكون ماشي فين اتجاه المجال هنا؟ يعني يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت؟ زي الرسمة دي يمين. يبقى المجال الاحمر هيبقى الناحية دي عامل ماشي ازاي؟ يمين. طب المجال الاخضر في النقطة دي، النقطة دي اهي شايف انه واقف تحت. طب المجالين دول الاحمر والاخضر المحصلة بتاعتهم تبقى ايه؟ في سبب مظبوط. انا همسح الشخبطة دي عشان اسأل تاني. احنا عندنا كام سلك؟ سلكين. التيار في السلكين للخارج، عملت ابهام للخارج، لقيت ان المجال هيلف عكس عقارب الساعة، بس السلك الاولاني عكس عقارب الساعة، يعني هنا عامل كده، هنا عامل كده، هنا عامل كده، تحت عامل كده، مظبوط يا ولد؟ طب التاني يا مستر عكس عقارب الساعة، كده 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 كده، لو رسمت دايرة هلاقيها مظبوطة ماشي، وهنا لو رسمت دايرة يطلع مظبوطة الاتجاهات. في حد عنده أي مشكلة في الاتجاهات؟ يعني لا دلوقتي عند نقطة الأصل، عند نقطة الأصل هلاقي إن في مجال الناحية باللون الأحمر أهو، هذا بي الذي نشأ عن السلك رقم واحد ولا اتنين؟ اثنين تمام. وهلاقي عندي بالاخضر كده تحت كده، هذا المجال الناشئ عن السلك رقم واحد. لو انا حابب احسب بي 1، عايز احسب بي 1، مين يقول لي احسب بي 1 ازاي؟ هيساوي ميو نود اي 1 على 2 باي دي بتاعت 1، كله موجود 4 باي ب 10 اس سالب 7، التيارين قيمتهم 25 امبير قسمة 2 باي مضروبة في المسافة بتاعت 1. فين المسافة بتاعت 1؟ شايفين دي؟ هي تمثل دي وات؟ دي 1 سنتيمتر اقسم على 100، يعني اصبح 0.15. يطلع المجال بسبب السلك الاولاني بيساوي كام؟ زي ما عملت بي 1 كوبي اند بيست، هعمل بي 2 تساوي ميو نود اي 2 على 2 باي دي 2 4 باي ب 10 اس سالب 7، اي 2 نفس القيمة، دي 2 اللي هي دي المسافة، هذه اللي هي تساويها 9 سم، يعني 0.0. يطلع بكام؟ هذين المجالين مالهم؟ تعامدين. انا لسه ما كملتش قراية،
انا كل اللي عرفته ان انا عندي سلكين فيهم تيارين، وعرفت احدد اتجاه المجال عند كل نقطة في اي ناحية من نواحي السلك، ولقيت ان في مجالين متعامدين محصلتهم بستخدم نظرية فيثاغورس. بس قال لي هنا ايه؟ يتحدد المجال المغناطيسي للارض من خلال هذه العلاقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في مجال للارض ناحية مين؟ جهة مين؟ واي الموجب؟ يعني في مجال ثالث داخل في اللعبة، داخل هنا كده، هذا اللي هو مين؟ المجال بتاع الأرض اللي هو قيمته 2.6 في 10 أس سالب 5. طيب دلوقتي محصلة المجالات على إكس، عندي كام مجال موجود على محور إكس؟ مجال واحد، اللي هو اسمه مين؟ وعندي كام مجال موجود على محور واي؟ مجالين. نطرحهم ولا نجمعهم؟ ناخد اللي فوق ناقص مين؟ اللي تحت، يعني بي بتاعت الأرض، بتاعت الأرض ناقص بي 1، يعني 2.6 في 10 أس سالب 5 ناقص 3.3 في 10 أس سالب 5، يطلع البي واي بسالب كام؟ يبقى كل المجالات اللي موجودة على إكس هي دي بس، كل المجالات اللي موجودة على واي اللي هي مين؟ هذا بس. يبقى احنا كده بسطنا المجالات لحاجتين، واحد موجود على اكس الموجب، واحد موجود على واي السالب، يبقى المحصلة بتاعتهم موجودة في انهي ربع؟ الربع الرابع، صح كده؟ طيب الزاوية في الربع الأخير بتتحسب ازاي يا أولاد؟ الزاوية هنا اللي هي الزاوية دي، أو ممكن أقول سيتا تساوي تان انفيرس الواي بالسالب الاكس بالموجب، يطلع بسالب كام؟ سالب. ليه طلعتها انا بالسالب؟ ليه؟ السالب لان الزاويه مع عقارب الساعه، بلف كده. لو الزاويه عكس عقارب الساعه تبقى زاويه الموجب. ده اسمه الاتجاه اللي كان طالبه مني في المساله، مساله طويله. قال لي وضعت بوصله مغناطيسيه عند نقطه الاصل، حدد الزاويه سيتا بين ابره البوصله والمحور اكس، وممكن اكتبها بالموجب وخلاص، لان هو قال لي بين الزاويه ومحور اكس. اللي انا كتبته ده كان اسمه ايه؟ اللي هو بتاع ميو نوت في اي على 2 باي دي، ده المجال الناشئ عن سلك طوله لا نهائي يمر فيه ايه؟ تيار. المجال الناشئ عن سلك طوله لا نهائي يمر فيه تيار. اللي طلع القانون ده اصلا واحد اسمه اونكل بيو سافار. قانون اونكل بيو سافار قال لك مش السلك ده اللي بيمر فيه التيار، هذا السلك الذي يمر فيه التيار، هو عبارة عن إيه؟ إيه اللي خلى فيه تيار في السلك؟ يعني إيه اللي خلاني أقول إن السلك ده فيه تيار أو سلك تاني ما فيهوش تيار؟ في إيه اللي بيتحرك جوه السلك؟ شحنات. يعني لو التيار دوت ماشي جهة اليسار، كأن في الشحنات الموجبة ماشية جهة اليسار. فلو أخدت جزء صغنن جدا من السلك، هذا الجزء الصغير من السلك اسمه عنصر تيار، عنصر حتة تيار. حتة التيار ديت اسمه اي دي اس، دي اس ده اللي هو الطول يعني. الحته دي صغننه جدا طولها دي اس، يمر فيها تيار اسمه اي. اللي انا كاتبه ده اسمه عنصر التيار المار في السلك. فبيو سافار قال ايه بقى؟ قال حته التيار دي هتعمل لي حته مجال، حته التيار تعمل دي بي. طبعا ديت ايه اللي هي بتاعت المشتقه دي. الدي بي بقى بتساوي ايه؟ قانون يحفظه كده، ميو نود على 4 باي، ميو نود على 4 باي مضروبه في اي دي اس ضرب اتجاهي ار على ار تكعيب. معادله غلسه، تعالوا نفك الطلاسم اللي في المعادله دي. اي دي اس ده اللي هو اسمه ايه؟ انا لسه قايل عليه، اي دي اس ده اللي هو ايه؟ ده اسمه عنصر التيار، جزء من السلك يمر فيه تيار، جزء طوله قد ايه؟ طوله صغير جدا. ار اللي عليها شرطه دي، اللي عليها متجه، اسمه متجه الايه؟ متجه الموقع. انهي موقع؟ اللي انا عايز اجيب عنده المجال، اللي انا عايز اجيب عنده ايه؟ المجال. انما ار بس من غير المتجه اللي فوق، اللي هي المسافه من اي دي اس الى النقطه المراد ايجاد المجال عندها. خلاص، لا اهدى علينا كده تاني يا مستر، الله يخليك. ادي السلك اهو، الحته دي بيمر فيها تيار، الحته دي اسمها اي دي اس، انا عايز اجيب المجال هنا، ده الاخضر اسمه متجه ار، وهو نفسه المسافه من هنا لهنا دي، المسافه دي اسمها ار. شويه ملخبط صح؟ قانون بيوسافار، احفظوا شكلك كده شكل. طب العلامة دي اسمها ايه بقى؟ العلامة دي ضرب اتجاهي او ضرب متجهي، يبقى ده كده اي دي اس، العلامة دي اسمه ضرب اتجاهي. هو امتى يكون الضرب الاتجاهي بيساوي صفر؟ لما يكونوا متوازيين. لما يكونوا ايه؟ متوازيين. هما مين المتوازيين؟ هما مين اللي يكونوا متوازيين؟ اللي هي الاي دي اس والايه؟ والار. يعني انا هكتب قانون بيوسافار تاني، الدي بي اللي انا كنت كاتبه فوق ميو نود على 4 باي، انا بنقل من الكتابة، اي دي اس عامل عليها متجه ضرب اتجاهي ار عليها متجه على ار تكعيب، اي دي اس
ضرب اتجاه R يساوي صفر عندما تكون النقطة على امتداد محور السلك. نقطة ايه اللي على امتداد محور السلك؟ النقطة المراد ايجاد المجال ايه عندها. يعني ايه الكلام ده تاني؟ يعني لو انا عندي سلك يمر فيه تيار وحبيت اجيب المجال هنا يساوي صفر تسلا. طب لو حبيت اجيب المجال هنا، صفر تسلا. ليه النقاط دي بتساوي صفر تسلا؟ عشان هي على امتداد محور السلك. حلوة القصة الطويلة دي. نفس قانون بيو سافار، أشيل الآر دي وأحط بدلها آر هات ضرب آر. آر هات ضرب مين؟ آر. مين آر هات؟ مين آر اللي عليها طاقية دي؟ اتجه الوحدة. لا اتجه الإيه؟ يبقى الآر از أ فيكتور أقدر أشيلها وأكتب متجه وحدة ضرب آر. الدي بي هتساوي ميو نود على 4 باي أي دي إس زي ما هي ضرب آر ضرب آر هات. الاثنين دول مع بعض اسمه متجه ار على ار اس 3. اختصر مين مع مين يطلع لنا الصيغه دي. يبقى دي صيغه تانية لقانون مين؟ بيو سافارت. ميولود على 4 باي اي دي اس ار هات على الار تربيع. ار ايه تربيع؟ احنا قلنا السلك الذي يمر فيه تيار عشان بيمر داخل هذا السلك مين يا اولاد؟ شحنات بتتحرك. طب لو عندي شحنه ماشيه بقى، لا في سلك ولا في بطيخ، شحنه ماشيه في الهواء كده، ماشيه في فضاء، ماشية في أي حتة، برضه هذه الشحنة يتولد حولها مجالا إيه؟ مغناطيسيا. قيمة المجال المغناطيسي بيجي من هذا القانون. إيه القانون دوت؟ بص كده للقانون ده، ميو نود على 4 باي، ميو نود على 4 باي بدل أي دي إس كيو دي في. كيو يعني إيه؟ شحنة، دي في يعني إيه؟ اللي هو جزء من السرعة ضرب آر هات على آر إيه؟ تربيع. طب على امتداد حركة الشحنة يكون المجال بيساوي ايه؟ على امتداد محور السلك يكون المجال يساوي صفرا، على امتداد حركة الشحنة يكون المجال بيساوي صفرا. السؤال بيقول لي يتحرك الكترون في خط مستقيم بسرعة كذا، ماشي بسرعة 5 × 10^6 متر على الثانية، ما مقدار المجال واتجاهه الناتج عن الالكترون على مسافة 5 متر في مسار حركة الإلكترون؟ عايز المجال هنا كده على بعد كام من الإلكترون في مسار حركة الإلكترون؟ هل ستتغير الإجابة إذا كان بروتون؟ قيمة المجال هنا بتساوي كام؟ بصوا ميو نود على 4 باي ضرب كيو في دي في ضرب اتجاه ار هات على ار تربيع. يبقى قيمة الدي بي تساوي كام؟ قيمة المجال يساوي صفر تسلا. النقطة على امتداد محور حركة أو الشحنة ستبقى الإجابة صفرا في حالة البروتون، صح كده؟ حد فاكر المجال على مسافة من سلك القانون بتاعها إيه؟ ده اسمه سلك لا نهائي، سلك لا إيه؟ نهائي. طب بص القانون ده، R هنا اللي هي اسمها إيه؟ يبقى المجال ده في مركز حلقة، يعني سلك قد عملته دايرة كده، في مركزها المجال بيساوي ميو نوت في أي على 2 أر. كل اللي عملته شلت الباي بس، شلت الايه؟ الباي. دي حلقه يمر فيها تيار، حلقه يمر فيها تيار، ايوه سلك لفيته وخليته حلقه، ايه المشكله يعني؟ يعني اللي بالازرق ده مين؟ اي. يا ترى المجال هنا في المركز بقى، عارفين الصابع؟ الصابع دي تلف مع التيار. استاذ انت قلت لنا ان ده اللي مع التيار، ايوه هذا مع التيار بتاع السلك وده مع المجال، او ده مع التيار بتاع الحلقه وده مع المجال. المجال هنا يبقى للخارج. الخارج يعني ايه؟ يعني نقطة. طب لو عندي نص سلك، مش سلك طوله لا نهائي، لا سلك طوله نص لا نهائي، نقسم القانون ده على كام؟ نص السلك، يبقى نقسم على 2. نص السلك يعني نقسم على كام؟ على 2. طيب لو نص حلقة نقسم القانون ده على كام؟ برضه على 2. فتلاقيني كاتب لك حاجة كده ايه؟ غريبة شوية. سلك طوله نص لا نهائي، القانون بتاعه ميو نوت في اي على 4 باي دي، احنا لما نقسم ده على 2 يبقى 4 باي دي. نص دايرة يبقى 4 ار، ميو نوت في اي على 4 ار. بيقول لي هنا في دبوس من سلكين مستقيمين شبه لا منتهيين. شايفين السلك اللي هو اللي فوق ده؟ السلك ده جاي من عند فين؟ عند السالب ما لا نهايه كده لغايه الصفر. السلك الثاني ده رايح من عند الصفر كده لغايه السالب ما لا نهايه. يبقى ده سلك طوله نص لا نهائي، لان اللا نهائي جاي من ما لا نهايه رايح للما لا نهايه، انما ده جاي من ما لا نهايه الى نقطه معينه، ودي نص دايره. شايفين الحته دي كده؟ نص دايره. الشكل اللي قدامنا ده احنا هنقسمه 3 اجزاء، ادي جزء الحته اللي فوق، ادي جزء الحته اللي تحت. طبعا 1 2 ده اللي هو نص سلك، يعني المجال بتاعهم هيبقى ميو نود في اي بدل 2 باي دي في 4
باي. طب والدايره بدل ما هي دايره كامله دي نص دائره ار نص قطر. فبيقول لي دبوس من سلكين مستقيمين شبه لا منتهيين يبعدان عن بعضهما مسافه 2 سنتي، المسافه بين الدبوس اللي فوق واللي تحت، تربطهم قطعة سلك نص دايرة نص قطرها 1 سم. يعني لو سألتك المسافة اللي فوق دي كام؟ 1، والمسافة اللي تحت 1، ونص القطر 1، وكل ده كان بيمر فيه تيار شدته 3 أمبير، بيمر كده 3 3 3 3 3 3. يوجد المجال، عايزين المجال عند نقطة الايه يا ولاد الأصل. ممكن حد يقول لي المجال بتاع 1 ده في المكان ده يبقى اكس ولا نقطة؟ حط الإبهام كده مع التيار وشوف صابعك هتدخل هنا ولا لا. هتدخل هنا. يعني دي البي بتاعت السلك الاولاني صح؟ طب شوف لي السلك رقم 2 ده، خلي الابهام يسار وشوف الاصابع هتخبط فين؟ هتخبط هنا كده. طب الدايره دي خلي الصابع مع التيار، يا ترى الابهام هيدخل في الصفحه ولا هيخرج من الصفحه؟ يبقى الابهام هيدخل. يعني ايه؟ يعني اصبح المجال 1 و2 و3 في نفس الاتجاه ولا في اتجاهات مختلفه؟ نفس الاتجاه. يعني هتبقى البي نت او المحصله هتساوي بي عن نص السلك اللي فوق، وبي عن نص السلك اللي تحت، وبي عن نص الدايره. طب ما انا عندي البي بتاعت النص السلك اللي هي كام؟ ميو نود في اي على 4 باي الديستنس، زائد ميو نود في اي على 4 باي في الديستنس، اللي ده نص دايره، ميو نود في اي على 4 ايه؟ ار. احنا عايزين هنا في المركز ده يا ولاد، في المركز طبعا السلك اللي فوق يبعد مسافه سنتي، واللي تحت يبعد مسافه سنتي ونص القطر سنتي، يعني الدي 1 سنتي، يعني الدي بتساوي 1 سنتي، والار اللي هي نص القطر هي كمان 1. اقدر اعوض هنا واجيب قيمه المجال عند المحصله، قيمه المجال عند الايه؟ المحصله. ممكن اخد ميو نود هي نفسها، التيار هو نفسه، 4 موجوده في كله، الدي او الار هي نفسها، اتفضل 1 على باي، 1 على باي، 1 على 1، نعوض ون ايه؟ التيار كام؟ 3، 1 سنتي يعني 1 في 10 سالب 2، 1 على باي، يطلع الناتج ايه؟ يبقى احنا خدنا المجال لسلك ومجال نص سلك، خدت على امتداد شحنه او امتداد سلك المجال بيساوي صفر، عرفت في مركز حلقه ميو نود في اي على 2 ار، في مركز نص حلقه ميو نود في اي على 4 ار. وبكده أبقى أنا خلصت لك شرح المنهج اللي كاتبينه في الهيكل، أتمنى أكون أفدتكم، ربنا يوفقكم جميعا يا رب العالمين، وكل واحد ينول ويحقق ويلاقي كل اللي بيتمناه وأحسن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.